في فعلا يعني تغيير كبير بيحصل في الصناعة. بيتهيألي ان زمان او يعني لو نتكلم على اخر 20 سنة كانت الصناعة بالذات في مصر هم مثلا 10 او 15 شركة انتاج، ممكن نقول انها من يعني متوسطة الحجم بتنتج عدد من الاعمال سواء في الدراما او السينما، ودي كانت الاعمال اللي ظاهرة بالنسبة للجميع. تلاقي 40 فيلم او حاجة 40 فيلم على مدار السنة، هتلاقي 80 أو 90% منهم هم مثلا عدد قليل من شركات الإنتاج، ممكن يكونوا أقل من 10. دلوقتي في تغيير كبير بيحصل، إن بقى في حاجة زي الستوديوز اللي هي ستريمينج بلاتفورمز، سواء نتفليكس أو شاهد أو غيرها، بلاتفورمز جديدة لسه بتطلع شوية، هيتحولوا هم الستوديوز، والمنتجين المستقلين حتى لو منتج عنده شركة صغيرة هيقدر يبقى عنده فرصة ان هو يتعاون مع البلاتفورم دي، لان هو مش هيبقى بيعتمد على الفاينانسينج بتاعه، هيبقى بيعتمد على الفاينانسينج بتاع البلاتفورمز اللي هي بقت هتبقى شبه الستوديوز. يعني هو نتفليكس دلوقتي هو اكبر استوديو في العالم، هي اكبر شركة انترتينمنت في العالم، وهتتعاون مع منتجين كتير، ونفس الحكايه بالنسبه لشاهد، ونفس الحكايه بالنسبه لامازون واتش بي او ماكس والمنصات العربيه الجديده اللي بتفتح. فانا اتوقع ان في الاخر هيبقوا هم 3 أو 4 اشبه بالستوديوز الكبيره، بيتعاون معهم عدد كبير من المنتجين، واهم حاجه هتبقى الكونتنت. يعني اللي عنده كونتنت كويس اعتقد هو ده اللي هيقدر يشتغل، وهو ده اللي هيقدر يطلع منتج كويس. ف الإيفولوشن ده ابتدى يحصل، واعتقد انه في خلال سنة سنتين هيكون مقنن اكتر، لان هو دلوقتي لسه بيحاول ترتيب نفسه ما بين الشركات دي وما بين المنصات دي، والصناعة كلها بتحاول تعيد ترتيب نفسها. فما بقاش الكنترول بس، يعني زمان يمكن الكنترول كان اكتر لثلاث اربع شركات في التوزيع اللي عندهم شاشات او دور عرض. اعتقد ده هيبتدي يتفتت شوية، وده هيبتدي يتغير شوية، وهيبقى البلاتفورمز هي مصدر القوة الاقوى في الانتاج سواء في الدراما او في السينما.